أقامت مجموعة شغف الموسيقية بإحياء العرض الموسيقي الشعري والغنائي قصر زرياب بالتعاون مع جمعية فرق البحرين الموسيقية، ويعتبر هذا الحفل باكورة أعمال المجموعة ومشروعا فنيا ثقافيا يروج لمملكة البحرين كعاصمة للفنون والثقافة والسياحة. عندما تنتقل المشاعر عبر دوائر الأثير من خلال حنين الموسيقى لتعزف الأحزان وترتسم الفرحة على أوتار آلة موسيقية لازمت عازفها فأصبحت صديقة له، يبوح عن ما في داخله بعزفه الشجي، لتتسلل هذه الرسالة الفنية إلى آذان تتذوق الموسيقى بأنواعها. الحفل الموسيقي الشعري والغنائي قصر زرياب حفل فني ثقافي يحمل مضمونا أصيلا وفريدا من نوعه على المستويين العربي والعالمي. في الواقع مشاركتي كانت هي مزاوجة بين الشعر والموسيقى، فكان دوري أن أشارك بأربع لوحات موسيقية اللي هي عذابات من الشرق مع الأستاذ القيصر العود الأستاذ مصطفى زاير. أما اللوحة الثانية فهي ليالي قرطبة أيضا بمشاركة الآلات الموسيقية، واللوحة الثالثة هي على جدران الحمراء ومجنة وزهونة في الأندلس. وأما اللوحة الرابعة إن شاء الله راح تجي اللي هي الفلامينكو. أتيت عذابات من الشرق. الحفل الموسيقي الشعري والغنائي قصر زرياب إشارة إلى الموسيقي والمطرب أبو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب، الذي نقل الكثير من الفنون الموسيقية والغنائية من بغداد إلى قرطبة ومنها إلى الأندلس، لتجربة زرياب الفنية والإنسانية تأثيرها الذي لا يزال الغرب يجني ثمارها. زرياب ترك بصمة ليس على مستوى الوطن العربي ولكن على مستوى أيضا العالم كله، فشخص بهذا المقام يجب أن نتصدى له بأعمال كبرى، والحمد لله البرنامج حافل بأعمال تم تأليفها خصيصا لهذا الحفل. حاولنا من خلال الموسيقى ومن خلال العود اللي تميز به زرياب أن نحاكي زرياب بعد 800 سنة، وقدمنا مجموعة أعمال كتبت خصيصا لهذا الحفل. شاركني بها خيرة فنانين وموسيقيين البحرين. إقامة هذا الحفل يشكل سبقا فنيا وموسيقيا لمملكة البحرين، يروج له على مستوى الوطن العربي بوصفه ثقافة شرقية تحاكي العالمية، ويروج للبحرين عاصمة للفنون والثقافة والسياحة باستقطاب شريحة من الجمهور والسياح المهتمين بهذا النوع من الفنون الرائجة عالميا، فهو نتاج عقول بحرينية شابة وطموحة بمشاركة أهم الموسيقيين في البحرين والوطن العربي. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.